السلام عليكم اخواتاتي، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنقدموا اللحم مبخر في الكوكوط ان شاء الله، واحد الطريقه اللي غتعجبكم ورائعه ان شاء الله، بدون فرن ان شاء الله غنديروا غير في الكوكوط، وانتم تابعوني وغتشوفوا ان شاء الله، وانتم التقديم الاختيار تيبقى لكم. المهم هاد الطريقه راه زوينه ان شاء الله بدون فرن غير الكوكوط. هانتوما بسم الله على بركه الله غندوزوا المقادير وغتشوفوا. بسم الله على بركه الله، نبداو في المقادير. انا غنوريكم واحد الطريقه ديال هاد اللحم. غادي نشرملو، هو عندي انا جوج كيلو ديال اللحم، وغتشارك معكم هاد الاكله ان شاء الله اليوم. غادي نحك هاد شويه البصله نسمو بها، نتوما تابعوا معايا. ناخذ معها شويه العطريه، هي غنديرها شويه شويه شويه. المهم انتما بقاو معايا وغتشوفوا كلشي. هانتوما الشو معايا القا صغيوره ديال السكينجبير، واحد الطريقه راه عجيبه، راه غنخليها لكم مفاجاه وغتشوفوا ان شاء الله. انتما تابعوا معايا وغتشوفوا. شوفوا هانتوما شويه البزار، شويه الخرقوم، هانتوما شفتو شويه الخرقوم، غتقولوا لي علاش غديروا الكمون، هانتوما غتشوفوا شويه الكمون حتى هو شويه، شفتو كل حاجه منا شويه 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 باش شوفوا الملح حتى هي شويه، شويه السمن، اللي ما عنده السمن يدير الزبده ماشي مشكل. هادو هما المقادير صافي. غادي ندير لا ما لا والو، غنتبلو ما بيدي بحال هكا. غادي ندهن هاد اللحم ديالي، شتو غادي ندهنو مزيان بهاد التوابل. هما ديروا القدر اللي بغيتو ماشي مشكل، كيلو نص كيلو، ديروا الكوكوط صغيره، ديروا اللي عجبكم. انا تبلتو دابا، غنجيب الكوكوط وغنوريكم الطريقه العمليه كي دايره ان شاء الله. هانتوما خواتاتي، انا دابا شرملتو وخليتو هاد الشرموله، خليتو 10 دقائق، 10 دقائق بلا وجدت الكوكوط ووجدت الغطا ديالها باش غنغطيها حتى هو غتشوفوه معايا. بسم الله على بركه الله. هانتوما خواتاتي العظومه هما اللي يكونوا عاطين وجههم لتحت ان شاء الله. الطريقه راه غتعجبكم ان شاء الله، شي حاجه واعره يجيكم محمر بلا فران. غنطيبوه بلا ما، هذا هو السر علاش خليت ليكم. غتبقاو ان شاء الله تابعوا معايا وغتشوفوا. انا درت فيه الكمون، ملي غادي هو يطيب هنايا غادي يعطيكم بحال ريحه الشوا في الدار، واحد الريحه غزاله ان شاء الله، وغيطيب بلا ما بلا حتى حاجه. انا غنوريكم الطريقه بشويه بشويه، تنوريكم كل شيء ان شاء الله، ما نزرب عليكم ما والو، غنعطيكم داك الشيء ان شاء الله كما حنا تعلمنا. بغيت اخواتاتي المبتدئات هما يتعلموا ان شاء الله بالصدق ديالي، وداك الشيء اللي عرفتو راه غنوريه لكم ان شاء الله بدون نفاق، وهذا الشيء اللي تنعطيكم انايا راه من القلب الخالص باش خواتاتي المبتدئات يتعلموا ان شاء الله، وحتى خواتاتي المحترفات اللي ما عارفينش هاد القضيه حتى هما راه غيتعلموا لها ان شاء الله. انا غندير واحد المكعبات ديال الزبده، ما تيدارش الزيت ما تيدارش الماء، شوفوا قطعوا ما بيديا على حسب اللحم، الا كان اللحم قلي تقدروا ديروا غير ثلاث مكعبات. انا راه قلت لكم نتوما الاختيار لكم اللحم اللي بغيتو نتوما. انا هنا عندي جوج كيلو، خصني نكثر ليه شويه الزبده باش يتحمر. شرا مكعبات صغار ونفرقها بحالكم نوزعها، وراك شتو المليحه شحال درت. ومني غيطيب اخواتاتي وغادي نجبدو، راه غادي ترافقي بالكمون والملح بحال شويتيه في الفران، وتحسن من الفران هاد الطريقه ان شاء الله، شي طريقه واعره ان شاء الله. هالميكا هيا شتو، هذه هي الغطا مدوبل من غير الغلاقه هي غتكون ان شاء الله، باش ما يتنفش لينا ان شاء الله، وغادي يطيب هاد
بهذه الطريقه بدون ما. شوفوا اخواتي، شوفوا شوفوا صحباتي، هانتوما شفتوا هانتوما بحال هاد الطريقه. ان شاء الله ما نديروا معاه حتى حاجه، لا ما لا والو، غير هذيك البصيله وهذيك الاقامه باش نشرملو الحليب باش تجي فيه ديك البنه بحال شكل الكتوفه اللي كنا ندهنوهم ونبخروهم في الكسكاس ونغطيوهم ونبقاو نبخرو فيهم. هاد الطريقه احسن من هذيك، احسن من ديال الكسكاس. هاد الطريقه زوينه ان شاء الله، ما تابعوا معايا. ما غادي نسد، غادي نسد الكوكو بحال هكا. الصفاره هنا غندير عود، ما غندير الصفاره باش نزمط ليها النفس ما تبقاش من تنفس. هانتوما سديتها مزيان، هاد الفائض ديال الميكا باش ما يخصش ليا الكوكو. غادي نحيدو، نتوما تابعوا معايا بحال كندور معاها. هذا راه غادي ملي تدخل الكوكو يقدر يدوب لنا على الكوكو بلا يبغيش يحيد من البول حكوه. غادي نشعل عليها غنديها فوق الفرن بحال هكا، غنغتسخن ليا الكوكوط وغنوريكم كيفاش غنقص عليها. هانتوما خواتاتي عاودت رجعت معاكم، سخنات ليا الكوكوط مزيان وحسيت بداك الكوكوط داكشي اللي فات يدير تيغلي شويه وانا نقصها بحال هكا وعلى حسب اللحم. انا غنخليها ساعه، وانتوما اللحم الا عرفتوه كبير ديروا حتى ساعه وربع، ولكن هو راه ساعه تيطيب، ساعه كافيه تيطيب. انا غنردو خواتاتي وملي تدوز الساعه نتلاقاو ان شاء الله بحول الله. هاد الطريقه راه زوينه وغتعجبكم ان شاء الله، شي حاجه اللي تقنيه مزيانه وغادي يطيب وغتشوفوه ان شاء الله بعينيكم. انتما خواتاتي شتو نتلاقاو ملي يطيب ان شاء الله. ها العود شتو بحال هكا، ما غتنفس ما يطرى لها حتى شي مشكل. ها هي فوق العافيه مهيله وغنخليوها ان شاء الله وغادي يطيب ويجيب مفروز وجي العظم اللحم يعود ينزل من العظم عب وحده بشويه بشويه. ان شاء الله شي حاجه زوينه غتعجبكم ان شاء الله، تلاقاو ان شاء الله. هانتوما خواتاتي بعد ما دازت ساعه كان اللحم صغير على ساعه الا ربع، هو ساعه الا ربع. انا غنحل بسم الله غنشوفو كيفاش. شوف كما قلت لكم اللحم تيتنصل من العظم، شفتو كي داير الباخ ما غايبانش ليكم، تيجي زوين وتيجي هانتوما بلا ما. وشوف كيطلق الماء، شي حاجه زوينه ان شاء الله نتمنى تعجبكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.